طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Right now we're gonna start lecture 17. المهم الحين أخذنا في lecture 16 عن DNA transcription. الحين راح نتكلم عن DNA translation. تمام؟ تمام. فأول شيء اللي هو عنا راح إحنا في إيش المين بارت اللي يحصل في الترانزليشن. ترانزليشن مين بارت إنه mRNA راح يصير عندنا أمينو أسيد. تمام؟ تمام. فأول شيء هنا بنتكلم عن translation is the RNA direct synthesis of a polypeptide. إحنا قلنا إنه في 16 إنه translation مين اللي directs the translation. The DNA هو اللي directs the translation. لكن معلش إحنا قلنا في 16 إنه DNA هو اللي directs the transcription. Transcription زل لساني آسفة. لكن هنا في الترانزليشن ال RNA هو اللي is gonna direct الترانزليشن ال RNA. تمام تمام. فنكمل اللي هو عندنا. نبدأ هنا قال لنا cells translate the mRNA messages into protein with the help of a transfer RNA. احنا اخذنا قلت لكم عن ال types of RNA بيكون عندنا rRNA mRNA و transfer RNA. في الترانزليشن I'm associated with the transfer RNA. So هو اللي translates the mRNA messages. So ينقل الأمينو أسيد إلى الريبوزوم. مين اللي ينقل الأمينو أسيد للريبوزوم؟ هو الترانسفير RNA. Transfer RNAs are not identical. مهم زي بعض. تمام؟ They're not زي بعض. إنه each carry a specific amino acid on one end اللي هو عندنا في ال 3 end they carry an amino acid وفي ال down بعدين they're gonna شوفوا هذا هما هذا هو ال tRNA. ال tRNA هنا في ال 3 end بيكون عنده amino acid attachment site بعدين هنا بيكون عند الانتيكودون. إيش يسوي للانتيكودون؟ انتيكودون اللي هو عنا base pairs with complementary codon and mRNA. تمام؟ يعني إحنا عندنا مصحح ال mRNA الانتيكودون ال tRNA base pairs ال base pair اللي في mRNA. تمام؟ اللي يسوي نفسه اللي في mRNA عكسه قصدي يعني بس ياخذ التمبليت حقته. نشرح لكم هنا يعني الحين اول شيء هنا بيكون الانتيكودون هنا بيكون عند الامينو اسيد. الدي ان اي حقتي من 3 ل 5 جبناها جبنا mRNA من 5 ل 3 بتكون عكسها. طيب التي ار ان اي بيكون نفس الدي ان اي من 3 ل 5 يعني عكسها انتيكودز. تمام؟ انتيكودز من 3 ل 5 وبيكون اللي هو عندنا انتيكودز كمان اللي في mRNA. يعني عرفتوا اني I translated I'm translating it. تمام؟ وين يحصل هذا؟ يحصل في الانتيكودون والسايت الانتيكودون تحت. تمام؟ تمام. هذا بيكون شيب الانتيكودون لكن احنا بناخذ بنستعمل اللي هو عندنا هذا الشيب. اوكي نبدا نكمل. فاول شيء الانتيكودونز conventionally written اللي هو عندنا 3 to 5 opposite to mRNA. mRNA قلنا انها 5 to 3 عشان 5 to 3 هي opposite للDNA الى mRNA codes. الDNA هو 3 ل 5 صح؟ يعني شوفوا كيف المواضيع كلها مترابطة مع بعض. ترى كل اللكتشرز مواضيعهم مترابطة الى 18 19 20 هذول اللكتشرز مرة كذا مرة حلوين اصلا يعني مرة نركز فيهم. طيب مرة نركز في 19 18 20 برجع عيدها. المهم نكمل. قلنا هنا accurate translation requires two steps. في translation أنا عندي خطوتين. الخطوة الأولى أستعمل فيها amino acyl tRNA synthesitase اللي هو عندنا a correct match between the tRNA and the amino acid done by the enzyme. يعني أنا كيف I match the tRNA وكيف I match the amino acid في الترانزليشن. إحنا أصلاً في الترانزليشن هدفي إني أنا أسوي بروتين في الترانزليشن هدفي إني أنا أسوي amino acid. فأنا من tRNA والamino acid هذه أنا لازم يكون عندي دقة. تمام؟ يكون عندي correct match. فمين اللي يأكد لي إنه أنا في عندي correct match قاعد يصير؟ هو الamino acyl tRNA synthesitase. تمام تمام. بعدين اللي هو على second a correct match between the tRNA anticodon and the mRNA codon. تمام؟ يعني اول شيء لازم match between the tRNA والamino acid وبعدين لازم match between the tRNA codon والmRNA codon. يعني انا ايش خلاصه اني اتاكد ان الشفرات صحيحه. تمام؟ so flexible pairing the third base of a codon is called the wobble. تمام؟ and allow some of the tRNAs to bind more than one codon. يعني مو احنا قلنا انه ممكن يكون عندي كودون اكثر من كودون يعني ثلاثه كودونات تديني امينو اسيد واحد. فانا ممكن لما يتغير هذا الثيرد بيس عشان يديني امينو عشان يديني كودون ثاني لكن لنفس الامينو اسيد انا اسميه وبل. تمام؟ سو ارتباط مرن مثلا اربع شفرات تمثل لي حمض اميني واحد بس ايش يكون في تغير في الشفره الثالثه من هذه الشفرات هذا اسمه الوبل بوزيشن. تمام؟ فمثلا انا عندي
الـ UCC تمام، والـ UCU كلهم بيكونون الأنتيكودون حقتهم AGG تمام، فهذه بتكون اللي هو عنا نفس الحمض الأميني تمام. تمام، بعدها اللي هو عنا بنروح للنكس آيديا إنه كيف يحصل الترانزليشن. تمام، الترانزليشن أول شيء نعرف إنه يحصل في السيتوبلازم، يحصل إيه برا النيوكليس، صح ولا مو صح؟ صح. فأول شيء الرايبوزوم، الرايبوزوم عندي من قسمين لقسمين، عندنا قسم كبير وعندنا قسم صغير. تمام، تمام، إيش يحصل؟ أنا عندي ثلاثة فراغات في الرايبوزوم الكبير، عندي E و P و A. ال A هو وين يجي عندي، ال P هو وين يصير عندي هذا الشيء كذا يgrow، وال E هو وين يطلع لي. تمام، is mostly the exit. تمام، فأنا عندي ثلاثة أماكن يدخل ال tRNA، أول شيء يجي هنا، بعدين يجي هنا، بعدين يجي هنا ويطلع من هنا. تمام، تمام، نكمل نبدأ هنا. قل لنا ribosomes، فرقوا بين ribosomes و ribozymes اللي هناك. طيب، they're different. طيب، فالribosomes facilitate specific coupling of tRNA anticodons with بسم الله with mRNA codons in protein synthesis. يعني إيش؟ الribosomes تسهل التزاوج بين tRNA والmRNA تمام، وتتأكد إنهم مناسبين لبعض. تمام، يعني تسهل بينهم، هذا هو الribosome أصلاً. هو من هنا، هنا اللي يحصل كل شيء. طيب، طيب، the two ribosomal subunits are made up of proteins and ribosomal RNA. فإحنا قلنا هنا، قلنا tRNA تكلمنا عنه وقلنا إنه تنقل المسجز اللي هو عندنا للأمينو أسيد. تمام، عشان نسوي تنقل مسجز نسوي أمينو أسيد tRNA. قلنا الRNA إحنا نستعملها في الترانسكريبشن تمام، عشان أسوي اللي هو عن السترانز وكل حاجة. بعدين إحنا الـ mRNA قصدي هناك. بعدين هنا نتكلم عن الآخر نوع من الـ RNA اللي هو عن الـ rRNA اللي هو عن الرايبوزوم تمام، اللي هو عندنا البروتي اللي هو عنا what makes up السب يونت حقة الرايبوزوم، السب يونت الكبيرة والسب يونت الصغيرة، هذه كلها مصنوعين من رايبوزوم الـ RNA. نكمل. A ribosome has three binding sites for the tRNA زي ما قلنا، بالأصح إنه عنده two binding واحدة exit. فعندنا P site holds the tRNA that carries the growing polypeptide، يعني أنا فيها polypeptide chain، عندنا فيها growing chain. طيب، في سلسلة قاعدة تنمو 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 تمام من الأمينو أسيد. بعدين في A site اللي هو أنا carries the next amino acid to be added، أنا عندي في A site عندي هذا أمينو أسيد أنا أبغى to be added to the P site، فهذا الA site هو اللي carries it تمام. بعدين آخر شيء بيكون اللي هو عندنا الE site اللي هو عندنا اسمه الExit site تمام. فالE site ولا الExit site where it's discharged with tRNA leaves the ribosome، tRNA يطلع لي برا الرايبوزوم في الE site تمام. تمام، بعدها we're gonna هنا تكلم لنا عن deep. طيب، قسم لنا إياها الحين وقاعد يتكلم لنا فيها عن deep. فأول شيء عندنا large subunit وعندنا small subunit تمام. اللارجر subunit فيها عندنا A site اللي هو عندنا يجيب الأمينو أسيد، ال P site اللي فيه growing polypeptide chain، والexit site اللي يطلع منها تمام. تمام، قل لنا بعدين هنا شوفوا ال A كيف جاء، the next carrying the next amino acid، بعدين هذا تبغى تزيده على هذا ال growing chain، بعدين اللي هو عندنا تطلع من ال mRNA. So عندنا three stages of translation اللي هو عن ال initiation، الإلونجيشن والترمينيشن. يعني أنا بشرح هذه كل اللي بيحصل هنا الحين بالتفاصيل. So all three stages require protein factors that aid in the، يعني أنا أحتاج إيه؟ أحتاج proteins تمام؟ عشان أنا يساعدني في process of translation. نبدأ بسم الله. أول شيء a small ribosomal subunit تمام؟ bind with the mRNA and a special initiator tRNA. يعني أول شيء يدخلون تمام؟ يعني أول شيء إيش؟ binds here. Okay، binds here. بعدين then the small subunit moves along the mRNA until it reaches the start codon تمام. moves هنا يدخل هنا من هنا، بعدين moves خلنا المخالف. طيب، تدخل هنا، بعدين it's gonna move until إيه؟ until يوصل it detects a codon. هذا الكودون إيش يقول له؟ start، يقول له يلا ابدأ تمام، يلا ابدأ البروسيس AUG. بعدين proteins called initiation factors bring in the large subunit that completes the translation initiation complex. بعدين اللي هو عنا بعد ال initiation factor هذه ال large subunit بيبدأ يمشي تمام.
هذا الانيشيشن فاكتور عندي السمول رايبوزومال سب يونت مع الام ار ان اي مع الانيشيتر تي ار ان اي مع اللارج سب يونت، هذول كلهم بيشتغلون عشان يبدون عندي البروسيس الكبيره. تمام تمام. فشوفوا هنا عندي الانيشيتر وهذه كل الاشياء بعد ما اللي هو عنا اكتملت وصار عندنا، بيجي عندي اللي هو عنا اللارجر رايبوزومال اللي هو عنا سب يونت. جت اللارجر رايبوزومال سب يونت والحين عندي الترانسليشن انيشيشن كومبلكس اللي هو عنا يبدا الترانسليشن. تمام بالكومبلكس هذا اللي مصنوع من سمول رايبوزومال سب يونت، مصنوع من ام ار ان اي، مصنوع من انيشيتر تي ار ان اي، مصنوع من اللي هو عن اللارج سب يونت. طيب elongation of the polypeptide، الحين احنا بدينا في الانيشيشن بديناها تمام، الحين ايش بنكملها في النص. So during the elongation stage amino acids are added one by one to the preceding amino acid, one by one, one by one, واحدة واحدة. Each addition involves proteins called elongation factor. تمام تمام. ويحصل في ثلاثة أشياء. أول شيء codon recognition، أنا أسوي أشوف الكودون يلا أبدأ. peptide bond formation، أيوة أبدأ أسوي peptide bond. وtranslocation، الحين نعرف إيش هو كل واحدة. فأول شيء بيكون اللي هو عندنا يدخل tRNA عند الA. تمام تمام. دخل tRNA carrying one amino acid one. تمام. بعدين after it carries اللي هو عنا هذه بتنكسر. تمام تمام. يعني like لا اسفه قصدي هذه بتنكسر تمام وبنحطها هنا. يعني اللي عند الجروينج تشين تروح في الاي. تمام الجروينج تشين تروح في الاي، مو الاي يروح في الجروينج تشين، لا الجروينج تشين تروح في الاي. تمام بعد ما الجروينج تشين تروح في الاي يبقى عندنا هنا يصير عندنا زي البوند اللي صارت بينهم. تمام هنتكلم هذا في الاي باقي. طيب طيب بعد ما راح وصار عندنا في الاي ايش بيصير؟ ال P بيجي هنا، شوفوا ال P بيجي هنا وبعدين بيطلع خلاص. بعدين ال A بيجي محل ال P وبيكون عنده long chain. تمام long amino acid chain، هذا بيكون عندنا اللي قاعد يصير، هذا هو translation. طيب طيب. So بعدين في النهاية احنا اخذنا الإلونجيشن. طب الحين عندنا في التيرمينيشن كيف اوقف كل هذا؟ تيرمينيشن occurs when a stop codon، يعني احنا قلنا initiation occurs when a start codon A U G. طب التيرمينيشن كمان يحتاج stop codon. فتيرمينيشن occurs when a stop codon in the mRNA reaches the A site of the ribosome. reaches ال A site، أي واحد ال A site؟ البداية أول site. تمام؟ and the A site is gonna accept the protein and accept a protein called the release factor. ياخذ وريليز خلاص بيخلي كل الأشياء تطلع. تمام؟ بيخلي كل الأشياء تنفجر وتطلع. the release factor causes the addition of a water molecule instead of an amino acid. تمام؟ لما أنا أسوي addition of water molecule instead of an amino acid it releases the polypeptide and كل شيء يطلع، تنتهي عملية الترجمة، كل شيء comes apart. يعني هذا release factor يجي it's gonna put water instead of amino acid، بعد it's gonna put water instead of amino acid هذا بنطرده برا خلاص كذا بيطلع من محله، وهذا كمان رح يطلع منه، وكمان هذا انفصلت عن tRNA وهذا كمان اللي هو عنا انطرد tRNA بسبب release factor. بعدين release factor بيفجر كل شيء. تمام بيفجر كل شيء عن بعض، يعني جاي بشره. المهم ومتى يكون عندي؟ لما يكون هنا ستوب كودون، الريليس فاكتور يسوي لي ستوب كودون، اي واحد من الثلاثه هذولا. طيب طيب. بعدين هي صار نقول اللي هو انا بولي رايبوزوم. ايش بولي رايبوزومز؟ يعني يترجمون في لحظه واحده. البولي رايبوزومز يسرعون عمليه الانتاج عشان يصير عندي اكثر من واحد، يعني كلهم مع بعض، عرفتوا؟ ف the number of ribosomes can translate a single mRNA simultaneously forming a polyribosomes. تمام اكثر من رايبوزوم translate واحده mRNA مع بعض بيسوون polyribosomes or polysomes. polyribosomes enable us ill to make many copies of polypeptide protein very quickly. انهم يساعدون يسرعون في عمليه الانتاج. تمام يعني مثلا شوفوا هذا polyribosomes، واحد سوى كذا بعدين واحد سوى اطول منه بعدين سوى واحد اطول منه بعدين واحد كذا مع بعض مع بعض مع بعض، هذه released وهذه باقي قاعد تطلع تنمو. يعني it's gonna get quick، يعني هذا بسرعه بيطلع بعدين هذا بسرعه بيطلع بعدين هذا اصلا عبال ما دول يطلعون هذا قد نما وبيطلع وزي كذا، عرفتوا؟ فهذا بيكون البوليرايبوزومز. بعدين اللي هو عنا نكمل to the next idea انه completing and targeting the functional protein. ايش completing؟ يعني انا انا كتعاملي في الترانسليشن مع بروتين، انا ابغى انتج بروتين، ابغى انتهي ببروتين. طيب فoften translation is not sufficient to make a functional protein، يعني لازم يوصل لاشكال مختلفه بس بشكل زين. تمام يعني ايه؟ يعني
Polypeptide chains are modified after translation or targeted to specific sites in the cell. يعني بعد ما أصلاً أنا أبدل البروتين ممكن أنا أستعمل البروتين اللي هو عنا في الداخل داخل الخلية مو داخل النيوكليس داخل الخلية طيب داخل الخلية. And some transitional اللي هو عنا term transition modifications may be required before the protein can begin doing the particular job. تمام؟ For example اللي هو عن البروتين ما يخرج بشكل البدائي لا أنا ممكن أغيره أول وأستعمله في مناطق معينة أول فميوتيشن مناطق معينة أول هذا هو الشيء البارت. بعدين قال لنا اللي هو عن شيء ثاني اللي هو عننا mutations الطفرة can change in the are changes in the genetic اللي هو عننا of a cell or a virus. بعدين عندنا point mutation chemical changing في بس واحدة base pair في مكان واحد تمام وهذا ممكن يؤدي إنه يديني بروتين مو طبيعي abnormal. يعني for example هنا عندنا نفس ما أخذنا في الترم الأول سكاي سكاي حبيبي حبيبي أهجد أهجد شوي طيب طيب فبيكون عندنا اللي هو عنا الهيموغلوبين إحنا عندنا هذا normal type of hemoglobin هذا sickle cell ليش صار عشان أنا هنا عندي TOA طيب فيوم TOA أداني اللي هو عنا glutamic acid أتوقع صح؟ أيوة طيب هذا الطبيعي بس هنا إيش صار؟ صار فالاين تمام؟ ليه؟ عشان هنا صار فيه تغيير تشقلبت الـ A فوق وجت الـ T تحت صح إنه مرة 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 like تغيير مرة ميني بس شوفوا كيف سووا you know؟ تمام فوجب لي سيكل صلي وإحنا قد أخذنا ودرسناها إنه لو بعدين أو إيش سوي فيها بعدين اللي هو يسوي point mutation ليه تسوي point mutation عشان بس صار في base واحد بعدين قال لنا إنه types of point mutations what are the types of point mutations point mutations within a gene can be divided into two general categories تمام into yeah two categories كذا يعني أنا ممكن يصير عندي طفرة تبديل بس substitution أو ممكن يصير عندي أني أزيد أو أحذف شيء تمام نوع الطفرات فأنا لما يكون عندي مثلا الحين قاعد أبدل هنا شوفوا I substituted حطيت الجي في السي وحطيت السي في الجي تمام فأنا قاعد يصير عندي substitution تمام هنا نفسها اللي هو عندنا I put A instead of G تمام هنا كانت عندي هنا G أنا حطيت A instead I substituted it تمام بس حتى لما I substituted it أداني اللي هو عندنا ال GCU تمام وهنا أداني GGC تمام الجي جي سي والجي جي يو كلهم يدوني أمينو أسيد جي ال واي فهنا ما صار لي شيء يعني الطفرة هذه ما سوت لي شيء مرة كبير فاسمها سايلنت نو افكت اون أمينو أسيد سيكونس فأنا عندي سبستيوشن ممكن انها تسوي لي سايلنت تمام ما صار عندي تغيير تمام تمام ممكن كمان ايش يكون عندي يكون عندي هنا مثلا سي جي تمام وتديني هنا جي ال واي او ممكن احط تي انستد اوف سي تمام فبيصير A فبيصير اللي هو عندنا إيش بيكون عندي آخر شيء بيكون عندي AGC تمام فلما يكون عندي هنا مثلا لا هنا شوفوا صبر وين المهم إنه نغير لما كان مثلا هنا عندي كان عندي GLY بعدين هنا صار عندي SER تمام فهنا تغير عندي تغير الأمينو أسيد فلما تغير الأمينو أسيد صار عندي طفرة تمام فلما أنا أغير الأمينو أسيد حقي ولما أغيره يصير عندي طفرة هذا اسمه مسنس تمام صار عندي طفرة تغير الأمينو أسيد فهذا بيكون عندي مسنس وكمان إكزامبل حقه في السبستيوشن يوم صار طيب طيب الحين بيكون عندي اللي هو عندنا other type إنه لما أنا أغير لو غيرت الكودونز وكذا لو غيرتها وصار عندي stop تمام صار stop هذا بيكون اسمه نونسنس يعني إذا ما صار تغيير بيصير عندي سايلنت إذا صار عندي تغيير بيصير عندي مسنس إذا صار عندي ستوب بيصير اسمه نونسنس تمام تمام طيب إذا صار عندي هنا الانسرشن في إحنا كنا نتكلم عنه سبستيوشن طب إحنا زدت ولا أخذت زدت وأضف أضفت وحذفت طيب مثلا هنا كان طبيعي بس هنا أديت سويت extra A تمام فلما سويت extra A تمام سويت عندي صار عندي هنا extra U وصار عندي هنا على طول stop بدل ما تكمل لي amino acid كذا صار عندي على طول stop codon تمام هنا ايش اسوي frame shift causing immediate nonsense سوى nonsense سوى stop سوى immediate nonsense اوكي فهذا بيكون اللي هو عن في insertion addition كمان اللي هو عن deletion مثلا هنا سويت هنا deleting وبدال because A is missing هنا تمام فالA اللي كانت هنا is missing هنا فبecause
تغيرت عندي الأمينو أسيد الثنتين اللي جت هنا. فلما تغيرت الأمينو أسيد إيش frame shift causing missense، وقال لك extensive ليه؟ عشان اثنين صار اثنين تغيروا فmissense. تمام هنا deletion، تمام إيش صار؟ نفس الشيء اللي هو أنا أشوفه هنا، صار هذا الكودون على طول missing، فهذا بيكون عندي missing، فأنا إيش بيكون عندي؟ هذا LYS صارت عندي missing. تمام فهنا no frame shift ما صار عندي، بس صار عندي واحد missing. تمام فأنا ممكن يكون عندي missing في deletion، يكون عندي شيء missing. تمام أقول عنه missing، something is missing، it is missing. تمام فهذا لما يقول، يقول عندي no frame shift بس هنا صار missing. في deletion ممكن يكون عندي missense، تمام، وبعدين ممكن يكون عندي كمان frame shift nonsense إذا توقف، وmissense إذا تغير لي، بس إذا انحذف وما صار عندي شيء بقول اللي هو معناه missing. تمام بعدين آخر شيء بنتكلم عن إنه إيش الأشياء اللي contribute إني أنا يصير عندي طفرة. الأشياء هي تكون اسمها mutagens، مسببات الطفرة. فممكن تكون فيزيائية مثل الراديشنز الإكس رايز، ممكن تكون كيميائية مثل إني أنا أخذ اللي هو عن النيكوتين أو إثيديوم برومايدز وزي كذا. تمام and those can cause mutations، يعني spontaneous mutations can occur during DNA replication, recombination or repair. تمام ممكن يحصل عندي mutations. تمام ومسبباتها اللي عندنا الميوتيجنز وتكلمنا عنهم. This was it for lecture number 17. أتمنى أني أفدتكم. If there is anything feel free to text me via telegram. إن شاء الله ما حقصر معاكم. الله يوفقكم يا رب.